مرحبا بكم. تحليل منشطات إيجابي للاعب الترجي الرياضي التونسي حسام الدكدوب. أكثر تفاصيل على الخبر هذا باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة، لايك وأبوني وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلكم كل الأخبار الرياضية. أصدرت إدارة الترجي الرياضي التونسي منذ قليل بلاغ على الصفحة الرسمية على الفيسبوك أن الفريق تلقى اليوم مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجراؤه على اللاعب حسام دكدوك بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية ضد